العجيب، تعال الى مجتمع المدينة، هذا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم الصورة للبشرية، تجد في المدينة المهاجر من مكة والانصاري من اهل المدينة، وبعدين تجد اليهود والنصارى والصابئين والاعراب اللي جاي من البادية والفارسي والرومي، كل الملل والنحل، تعيش لا تسمع مشكلة، وانما الامن موجود بفضل الله سبحانه وتعالى.